السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. عارفه انكم كتشوفوا بزاف ديال هاد الموديلات هذه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب، فيسبوك، انستغرام، مما على الاسف كتلقاو مثلا الاسمنه مختلفه. فمثلا فاش تلقاو الثمن مختلف، فكل وحده مثلا تسول هذيك الانسانه اللي كتكوموندي من عندها، سواء انا سواء شي وحده اخرى كتكوموندي من عندها، سوليها واش داك الموديل 100% تركيا وجاي من تركيا او ميطاسيون مصوب فقط في معامل وهكا دير كازا. فبزاف ديال الموديلات راهم كيتصاوبوا هنا في المعامل ديال كازا، كيتسموا ميطاسيون. ابار مثلا هادو اللي مشاركه معكم انا في هذا الفيديو، فهادو راهم موديلات تركيا 100%. كلياناتي شهدت على هذا الشيء، ومرحبا حتى اللي بغى تجرب معايا ولو غير بياسات، وصلك اختي وخلي لي الراي ديالك مثلا في التعليق. نكمل معكم. فباش تعرفوا الفرق ما بين ميطاسيون وتركيا، راه ان فوا كتوصلك اختي اللبسه ديالك كتلاحظي انها ميطاسيون غير من اللون، الا وصلك اللون ماشي هو اللي في الصوره عرفي انها ميطاسيون. يقدر ميطاسيون ما يجيكش معها الساق اللي شاده هاد البنيه فعرفي انها ميطاسيون، يقدر يجيك ما يجيكش معها هذاك البابيون اللي في الشعر فعرفي انها ميطاسيون. حتى الدونتيل ديال الكسوه حتى هو غتلاحظي فيه الفرق، ما غاديش تشوفي هذاك الدونتيل اللي هكا واقف والشكل ديالو زوين، يعني غادي يجيك واحد الثوب اللي هو مرهل شويه، غادي يجيك مثلا دونتيل تقدري تلقاي زواقة اخرى ماشي زواقة بالضبط اللي في هذا الموديل. بيان سور كما قلت لكم ما غايجيكش معاه هذاك الساق اللي شاده البنت، وما غايجيكش معاه هذاك البابيون اللي في شعرها. فهاد الموديلات اللي كتكون مستورده من تركيا 100% باش كتعرفيها انها 100% ديال تركيا، راك هذاك الشيء اللي كتشوفي في الصوره هو اللي كيجيك. مثلا ديك الكساوي ديال الكبار، هذيك لا سانتيغ اللي كتلقاي هي اللي كتجيك مع الكسوه، باش نكونوا واضحين. الضيف اللي كتلقاي في الكسوه هما اللي كيجيوك في الكسوه، بقاو تردوا البال لهاد التفاصيل. فما تلوموش شي وحده الا لقيتوها حاطه الثمن طالع، عرفوها راها جايبه الاوريجينال هكا، يعني بقاو تسولوا على روسكم، سولوا على روسكم في هادشي باش البنات ما تشمتوش كيف ما كنقولوا. الا لقيتي الثمن طايح عرفيه انه ميطاسيون، ما غايجيكش نهائيا بحال الصوره. بقاي تسولي قبل ما تقداي اختي، انت راه ما خسرت حاجه، اختي واش هادي غتجيني نفس اللي في الصوره؟ سمعتوني البنات؟ بقاي على الاقل قولي ليها واش تقدري اختي ديري ليا فيديو نعرفها اختي واش بصح بحال اللي في الصوره. بحال دابا انا اللي قالت لي اختي واش تقدري ديري ليا فيديو وهضري فيه، غندير معاك فيديو غيال. اتصلي بيا مثلا فيديو مباشره في الواتساب ديالي، ندير معاك فيديو وشوفي الموديل على الحقيقه واش غيجيك هو اللي في الصوره ولا لا. سولوا على راسكم باش البنات ما تطيحوش في هذا الشيء. راه ولاو بزاف الموديلات ديال تركيا في كل شيء، سواء في ديال الرجال، في ديال البنات، في ديال النساء، في ديال الاطفال، في لي بيبي هكا، ولا الميطاسيون في كل شيء، في الكيطمات، في الكساوي ديال البنات، في الكساوي ديال الكبار، في الكساوي ديال المحجبات، في العبايات المحجبات، في كل شيء. نزيدكم ولا الميطاسيون حتى في الجلالب باش تعرفوا هاد القضيه. واحد الجلالب مثلا كيتخادو من الانستغرام او من انستغرام عفوا او من تيك توك، كيكون الثمن ديالهم 800 درهم او 700 درهم، او كاينين شي جلالب اللي كيوصلوا حتى ل 1200 درهم في الانستغرام او التيك توك. كتشوفوا الثوب كيفاش داير، كيكون واحد الكريب اللي هو بروميير، كيكون واحد الخياطه اللي هي كاليتي وجوده عاليه بزاف، كيكون واحد الفينيسيون اللي هو جوده عاليه. فمثلا انت تقدري تلقاي تصاور نفسهم ديال ديك الجلابه، تلقايهم نفسهم في الفيسبوك وفوق منهم واحد الثمن اللي هو طايح، تلقايها مثلا غير 250 230، وغتقولي اه كيفاش هذه في الانستغرام دايره بهذا الثمن وفي الفيسبوك دايره بهذا الثمن. فبيان سيغ عرفي هذيك اللي بهذاك الثمن راه غير ميطاسيون ديال هذيك الاوريجينال، راه تهز من الانستغرام وصوبوا عليه الميطاسيون. قربوا لك الزواقه صوبوها بنفس الزواقه، ولكن ما صوبوهاش بنفس هذاك الثوب، باش نكون بنات واضحه معاكم. هادشي اللي كتقول لكم الاخت ديالكم شيده اللي هي انا الدراك رشيده، راه اقسم بالله العظيم راه قليل فين غتسمعوه. هادشي اللي كنقول لكم ربي شاهد عليا في هاد العواشر وهاد رمضان، راه هو اللي كاين بالتفصيل الممل اللي كذباتني في هاد الهضره تجي تواجهني بوان فينال. هادشي اللي كنقول لكم هو اللي كاين. تشوفوا الثمن طيح فوق شي موديل ديال تركيا، عرفوه ميطاسيون. راه كيهزوا الموديل ديال تركيا، الصوره ديال تركيا، وكيلونسيوها وكيحطوا فوقها الثمن طيح، وانت كتقولي واو هاد الثمن مناسب، وويه لا لا راه مناسب، ولكن راه غايجيك غير ميطاسيون، راه ما غايجيكش نفس هذاك اللي في الصوره، وما غايجيكش نفس اللون اللي في الصوره، وما غايجيكش نفس الثوب اللي في الصوره.
راه غتلقاي الفرق في شي حوايج اللي بسيطين وما غيعجبكش الحال. غادي تلومي هذيك البنت اللي صيفطات لك تقول لها اختي ما جانيش اختي بحال اللي في الصوره، غتخسر عليك جوج كلمات. ديك الساعه غاد غتواجهك، ديك الساعه غتقول لك اختي هذا اختي راه غير واش انت اختي باغا ديال تركيا وكتوقعي بداك الثمن، صافي هادشي اللي غتخسر عليك. ما اشنو من بالك انت في اللي احسن؟ واش احسن انك تسولي على راسك قبل ما تاخدي الحاجه وتقديها، او لا حتى تقديها ويغرك هذاك الثمن حتى راكي تصدمي بالنتيجه؟ كنتمنى البنات نكون كنفيدكم بهاد المعلومات هادو، واللي تاقت فيا مرحبا والف مرحبا، اللي ما تاقتش فيا مرحبا والف مرحبا، ما عندي ما غادي نقول لكم هادشي اللي كاين. بالنسبه للبنات لهاد الموديلات سمحوا لي ما حطيت لكمش الثمن، حيت راه الصراحه راه واخا كندير الثمن راه كنواجه بزاف ديال الاسئله اختي شحال الثمن، فمن الاحسن ما نبقاش نحط الثمن. ديجا كنتعذب اللهم ما نحطش الثمن. ديجا مثلا اللي غتسولني على اختي شحال طايف هاد اللبسه وشحال طايف هاد اللبسه، طايت البنات راه هما محطوطين فوق التصاور. مثلا لا داعي انك تقول لي اختي واش هاد الموديل هذا فيه 8 سنين، راه ديجا طايت مثلا هنا ها هما راه من العامين حتى 6 سنين فقط. اللي غتقول لي اختي واش ما كايناش عام في هاد الموديل، شوفي الموديل في الصوره واش فيه عام، الا ما كانش فيه عام يعني ما كايناش عام، الا ما كانش فيه 10 سنين يعني ما فيهش 10 سنين، ما فيهش 10 سنين. لا داعي انك تسوليني بحال هاد الاسئله، الله يعطيكم البنات الستر، الله يرحم لكم الوالدين، حيت راه كيجوني بزاف ديال واحد الاسئله اللي ماشي لوجيك. مثلا انا ديجا حاطه الطايات وكتسولوني واش ما كايناش اختي 48، راه كون كانت 48 راه ما غنخبيهاش. حاطه انا حد 46 يعني حد 46 ما كايناش 48، حاطه الموديل بادي من ام يعني بادي من ام ما كايناش هذيك الاس، فهمتوني البنات؟ حاطه مثلا هذا الموديل ديال الدراري الصغار مثلا بادي من 6 سنين حتى 8 سنين او 9 سنين، يعني راه بادي من كذا حتى لكذا، ما كاين لا زياده لا نقصان. اللي كتقولي يا اختي واش هذا الموديل وافي او للحد في القد، الحد في القد صافي. كيلبس ولدك 9 سنين مثلا لقيتي انت 10 سنين خدي ليه 10 سنين، ما لقيتيهاش ما تاخديش، عارفه ولدك ما غاديش تجي هذيك تسعود، ايفيتي اختي ما تاخديش ليه. اتفقنا البنات؟ وكنتمنى هاد الهضره ديالي ما تجيكم خفيفه على قلوبكم وتقبلوها من عندي، حيت كنقول لكم شي هضره اللي ما تاديكم ما تاديني، كنقول لكم الواقع. هادشي اللي عطى الله البنات، فوالا دابا اللي راها انتيغيسي بشي موديل فقط اختي سكرينيه وصيفط لي في الواتساب نقول لك الثمن ديالو. هاد السلعه كلها راها موجوده الان في كازا، يعني راها جات من تركيا والحمد لله راها ديسبو، غير في الحقيقه اللي كتعطل شويه راه دوباج ما كتلقاش ديك الطاي اللي بغات في بنتها او ما تلقايش داك اللون اللي بغيتي. بحال مثلا هاد الاحمر هذا راه بقات فيه واحد الكميه اللي هي قليله وبقاو فيه غير الطايات الصغار، مع الاسف يعني لا ما غاديش يرجع، ما غاديش يرجع، ما غيرجع ان شاء الله مثلا حتى يقرب عاوتاني الدخول المدرسي بحال ما هاد الشكل هذا. باقي مثلا باقي في هاد الموديل باقي فيه النواغ وباقي فيه البيض، هما اللي باقي فيهم العدد. اللي غطلب الاحمر ففشك، نقدر اختي نلقاه لك في الطاي اللي بغيتي، نقدر ما نلقاهش لك. مثلا باغ كونط هاد الموديلات هادو باقين، هادو باقين في كاع هاد لي طاي. فهادشي البنات اللي عطى الله، اللي بغات شي موديل تصوروا وتصيفطوا لي في الواتساب تقول لي اختي شحال هاد الثمن ديال هاد الموديل راني بغيتو، نقول لك اختي الثمن. ناسبك اختي مرحبا، ما ناسبكش اختي الله ييسر لك، ما كنزيدش ما كنغليش، ربي الشاهد عليا كنقول داك الرزق ديالي وقانعه به، اللي كيناسبني كنقولو ما كنزيدش فوقه باش غادي نتاوى معاك. كون كنزيد الثمن نقدر تقولي نقص ليا نقص لك، مادام انني ما كنزيدش فمع الاسف ما كنقدرش نقص. الثمن اللي كنقول كيكون هو الاخر فيكس وجد جد مناسب. فبكل صدق انا كون كنت كنزيد كنت غنقص لك ليانه ديالتي انفو تقول لي اختي نقص لي شويه الثمن نقص لك، كون كنت كنزيد كنت غاديك الساعه غنقص لك نرضيك ونقص انايا نرضي نفسي. فبما انني كنقول واحد الثمن اللي هو فيكس فانا لا نقصت فغادي نادي نفسي. هادشي اللي كاين البنات، واش غنقول لكم مرحبا بكم، الواتساب ديالي هو اللي كنخلي لكم دائما هنا في الفيديو 0652 41 53 10، ما كانت تواجد ديالي مدينه الدار البيضاء كراج علال شارع محمد السادس قيصريه دبي فوق ريستوران دبي، فوق اللي فوق مطعم دبي، بوتيك شيدا رقم المحل 44. مرحبا بكم البنات، واللي بغاتني نصيفط ليها في اي مدينه فيها مرحبا، تواصلي معايا ونقول لك الطريقه وكل شيء. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغات الموديلات حتى ديال الدراري الصغار راه مازال البنات مازال الجيل الجديد في ديال البنيات وديال الوليدات، تابعوا القناه ديالي، واللي اول مره كتشوف القناه